بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام إلى هذه الفقرة الجديدة لتعليم اللغة الفرنسية من خلال كتاب بيالليغ إي كومبوندر كالعادة. طبعا لازلنا مع الصوتين، صوت آي ثم الصوت آي. إذا وصلنا إلى هاد الكلمات كما نلاحظ، عندنا كلمات تتضمن إي، مثلا لو سولاي بغي روني سابي. رأينا كلمات تتضمن صوت زاد ولكن من خلال اس، مثلا لا كوزين لوريزان لا ميزون. ثم رأينا صوت اون الذي يكتب ان ثم يكتب ان، مثلا كما في كلمة لزونفون، كما نلاحظ انها تتضمن الكتابتين، عندنا اون ثم عندنا اون. ثم لطونت On rentre. إذا نستكمل مع هذه الفقرة. Nous continuons avec ce paragraphe. Nous prenons la première phrase. Le réveil de René a sonné à 6 heures debout. Le réveil de René a sonné à 6 heures debout. Le réveil de René a sonné à 6 heures debout. إذا le réveil de René. إذا نتكلم عن منبه René a sonné à 6 heures, أنه أعطى رنينا، أنه رن à 6 heures مع الساعة السادسة. إذا طبعا منبه غني الذي برمج غني على الساعة السادسة صباحا، مثلا عندما وصلت السادسة إذا بدأ يحدث صوتا، أعطى صوتا ليوقظ غني من النوم. إذا لو غيفي دو غني à sonné à 6 heures دوبو وقوف، دوبو وقوف على غني أن يستيقظ. غني سولاف، إذا غني غسل نفسه كما نقول، أنه غسل وجهه، أنه غسل يديه أو رأسه. إذا غني سولاف سوبين. طبعا رأينا كلمة تشبه هذا، أمبين. طبعا نتكلم عن مشط أمبين، هنا نتكلم عن اسم كما تلاحظوا أمبين، ولكن هنا نتكلم عن فعل سوبين، أنه يمشط شعره. إذا عندنا لو فيرب سوبيني، عندنا لو فيرب سوبيني إي سابي. طبعا عندنا هنا لو فيرب سابي، كما رأينا سابي يعني لابسة، أنه يلبس نفسه بنفسه. إذا لو غيفي دو غوني أ صوني أ 6 أوغ دوبو، غوني سولاف سوبين إي سابي. لا دوزيام فراز، إل باغ أفيك صون أونكل إي سا كوزين ميغاي. إل في بو لو صولاي بغي ديجا. إذا إل باغ أفيك صون أونكل إي سا كوزين ميغاي. إل في بو لو صولاي بغي ديجا. Il part. طبعا كما رأينا فيما سبق، c'est le verbe. C'est quel verbe? C'est le verbe partir. C'est le verbe partir. Conjugué à quel temps? هذا فعل ذهب أو انطلق. إذا مصرف أي زمن؟ هو مصرف أي زمن؟ Conjugué à quel temps? On a le verbe partir. Conjugué au présent. Conjugué au présent. إذن il part وينطلق avec son oncle مع عمي أو خالي، et sa cousine ثم مع ابنة عمي أو ابنة خالي، et sa cousine Mireille تسمى هكذا. il fait beau. طبعا عندما نقول il fait beau يعني أن الجو جميل. il fait nuit يعني أن الجو مظلم، المقصود أننا نتكلم عن الليل. ممكن نقول مثلا il fait noir يعني أنه يفعل سواد. il fait chaud يعني أن الجو ساخن. il fait froid أن الجو بارد، إلى غير ذلك. il fait beau يعني أن الجو جميل. كما نقول هنا بأنه هو يفعل جميلا، هنا il تعود على الجو أو على حالة الطقس إلى غير ذلك. le soleil brille déjà، الشمس تلمع من قبل.
يعني أن الشمس كانت تلمع قبل ذلك بوقت، قبل خروج غني وعمي أو خاله وابنة خاله أو ابنة عمي. إذن قبل هذا بوقت كانت الشمس تلمع من قبل. لو سولاي بغي داجا. Voici la vigne où travaillent mes enfants. Ha hiya dahlia. Ha hiya al-koram. Où travaillent il al-amal mes enfants. Ya atfali. Il al-amal ya atfali. Idan alaykoum an tusa'idounani fi jami al-inab. Rene travaille, il coupe les grappes de raisin. Rene travaille, il coupe les grappes de raisin. إذن هو يقطع، طبعا عندنا هنا الغراب كوبي، إل كوب لي غراب دو غيزان، إذن هو يقطع عناقيد العنب، لي غراب دو غيزان، إذن نتكلم عن عناقيد العنب، إلا غومبلي تو سول، إن غروند كوباي، إذن هو ملأ، تو سول، وحيدا لوحده، une grande corbeille ملأ سلة كبيرة لوحده. il a rempli tout seul une grande corbeille. إذن طبعا عندنا هنا الفيرب remplir conjugué à quel temps on a le verbe remplir conjugué au passé composé comme nous le voyons on a ici l'auxiliaire avoir lui-même conjugué au présent. شنو خدينا من لو فيرب غومبليغ؟ خدينا منو لو بارتيسي باسي. هاد لو بارتيسي باسي طبعا في الباسي كومبوزي تبقى يتردد، اللي تبقى يتصرف هو لوكسيليغ. كاع الأزمنة المركبة اللي تيكون فيها لوكسيليغ تتكون متبوعة بلو بارتيسي باسي الخاص بالفعل، اللي تيتصرف في هاد الأزمنة هو المساعد. إلا تكلمنا مثلا على واحد الزمن آخر اللي هو لو بليسكو بارفي، لو بارتيسي باسي ديال الفعل، وهنا تتصرف لوكسيليير افوار فلام بارفي. لوكسيليير افوار فلام بارفي زائد لو بارتيسيباسي ديال الفعل بنفسه بنفس الطريقه اللي عندنا هنا. اذا طبعا تيعطينا في المجمل لو بلوسكو بارفي. اذا هذا فلام بارفي ثم لو بارتيسيباسي تيعطينا لو بلوسكو بارفي. مثلا مشينا لو فيتور اونتيريور غنلقاو هنا لو بارتيسيباسي. هنا عندنا لوكسيليير في لو فيتور سامبل، اذا غيعطينا لو فيتور اونتيريور. اذا كاع الازمنه المركبه اللي تيتصرف فيها هو لوكسيليير، ولكن تيتصرف واحد الزمن معين ولا تيخلي الزمن ككل يتغير. بحال دابا هنا عندنا لو بارتيسيباسي ديال لو فيرب غومبليغ هو نفسه اللي غنلقاو في ازمنه اخرى مركبه، غنلقاو فيها نفس هاد لو بارتيسيباسي، ولكن اللي غيخلينا ننتقلوا من لو باسي كومبوزي مثلا لو فيتور اونتيريور او مثلا لو بليسكو بارفي الى غير ذلك، هو الزمان ديال هذا، هو فين غنصرفوا هذا، غنصرفوا هاد لوكسيليير. طبعا الى صرفنا هذا في لو بريزون عندنا لو باسي كومبوزي، صرفنا هذا في لامبارفي عندنا لو بليسكو بارفي، صرفنا هذا لو فيتور سامبل في لو فيتور سامبل غيولي عندنا لو فيتور اونتيريور ديال كلشي ديال الفعل اللي هو لو فيرب غومبليغ. إذن غوني طخافاي إل كوب لي غراب دو غيزان. إذن غوني يعمل هو يقطع عناقيد العنب. إلا غومبلي تو سول إن غروند كوباي. إذن هو ملأ وحيدا لوحده إن غروند كوباي، يعني سلة كبيرة. إذن نعيد لو غيفي دو غوني أسوني أسيزوغ دوبو. غوني صلاف. سوبان سوبان ثم مشط شعره اسابي اسابي ثم لبس. il part avec son oncle et sa cousine Mireille. il fait beau le soleil brille déjà. voici la vigne où travaillent mes enfants. René travaille il coupe les grappes de raisin. il a rempli tout seul une grande corbeille. à midi la tante apporte un repas dans la vigne. À midi, la tante apporte un repas dans la vigne. À midi, في منتصف النهار، عند منتصف النهار، la tante. إذا نتكلم عن زوجة العم، زوجة الخال، ممكن تعني الخالة أو العمة.
طبعا أكيد هنا تعني زوجة الخال أو زوجة العم، تعني زوجة الخال أو زوجة العم، مادام أننا نتكلم عن هوني بأنه ذهب افيك سون اونكل، يعني أنه ذهب مع خاله أو عمه. إذا أكيد هنا نتكلم عن زوجة أحدهما. أميدي لا طونت أبوغت أن روبا، إذا زوجة العم أو زوجة الخال أبوغت أنها جلبت. طبعا نتكلم على لو فيرب أبوغتي، إذا فعل جلبة، أبوغت أن روبا، جلبت وجبة. طبعا لو روبا المقصود بها الوجبة. دون لا فين كما نقول في الدالية أو في الكروم أو في الكروم، تماما كما رأينا فيما سبق. إيل فون دون لا مونتان، بنفس الصيغة إيل فون دون لا مونتان، المقصود بها إيل فون على مونتان، إذا هم ذهبوا إلى الجبل. نستعمل هذه كلمة دون، نستعمل دون. إذا لا طون تابورت أن روبا دون لا فين، زوجة العم زوجة الخال أنها جلبت أبورت، أنها تجلب، المقصود بأنها جلبت. عندنا هنا لو فيرب أبورتي، هنا لو فيرب أبورتي كونجيي أو بريزون. إذا عندنا هاد الفعل طبعا أنه مصرف في البريزون، ولكن كما قلنا أحيانا نستعمل لو بريزون للتعبير عن الماضي. لا طونت أبورت أن روبا، جلبت وجبة دون لا فين، في الكروم يعني في الدالية. لافين دون لافين روني ترافاي إل كوب لي غراب دو غيزان إلا غومبلي تو سول إن غروند كوبيري. أميدي لا طونت أبورت أن روبا، لا طونت أبورت أن روبا دون لافين. روني أفان، روني أفان، إذا روني عنده جوع. طبعا كلمة فان كما تلاحظوا تكتب أي إم وليس بأي إن. روني أفان، روني أفان، إل مانج دي بان إي دو لا فيوند. روني أفان، إل مانج دي بان إي دو لا فيوند. روني أفان، روني عنده جوع. إل مانج دي بان، إذا هو يأكل خبزا، إي دو لا فيوند ولحما، ولحما. روني أفان، إل مانج دي بان إي دو لا فيوند. إي لو ديسير، تتكلموا على شي حاجة تجي في آخر الأكل حلوة. نتكلم مثلا عن حلوى يختم بها الأكل أو ما يشبهها من الفواكه مثلا، ووجبة التحلية دي غيزا بيان سور. إذا سيأكل عنبا بطبيعة الحال، سيأكل عنبا بطبيعة الحال، سيختم هذا الأكل بالعنب بطبيعة الحال، دي غيزا بيان سور. روني أفان، إل مانج دي بان إي دو لا فيوند، إي لو ديسير دو غيزا بيان سور. إذا ووجبة التحلية، طبعا طبعا سيأكل عنبا، من العنب بطبيعة الحال، المقصود بأنه سيأكل عنبا بطبيعة الحال مادام أنه موجود في هذا المكان. أون غونتخ لو سوار لو غيزا إي كوبي، أون غونتخ لو سوار لو غيزا إي كوبي. إذا طبعا أون غونتخ لو سوار، المقصود بأنهم عادوا مساء إلى المنزل، ليدخلوا إلى المنزل. طبعا هاد لو فيرب غونتخي كما ذكرنا تعني العودة إلى المنزل، وبطبيعة الحال الدخول إلى المنزل، أنه تجمع هذا المعنى، ماشي بحال لو فيرب أونتخي، أونتخي أنك تدخل المنزل، أما غونتخي ممكن أيضا أنه يعني أنك تدخل مرة ثانية. هاد غو في اللغة الفرنسية معروفة بأنها تفيد التكرار. نقول مثلا إكخيغ أنك تكتب، إكخيغ أنك تكتب، غيكخيغ، غيكخيغ يعني أنك تكتب ثانية. نقول مثلا لشخص كوبي سو تكست، انقل هذا النص. نقول أيضا غوكوبي سو تكست، أعيد نقل هذا النص. نقول مثلا في سو ترافاي، افعل هذا العمل. ثم نقول غوفي سو ترافاي، غوفي سو ترافاي، أعيد عمل هذا العمل، أعيد فعل هذا العمل. غو أصلا
في اللغة الفرنسية أنها تفيد تكرار. إذا عندما نقول غونتخ ممكن أن تعني أنك تدخل ثانية، ولكن راه باين هنا بأن غوني وابنة عمه وعمه إلى غير ذلك أنهم كانوا خارج المنزل، كانوا في حقل العنب. إذا طبعا هنا غونتخ ستعني الرجوع والدخول إلى المنزل. إذا أون غونتخ لو سواغ أننا ندخل مساء، طبعا هاد أون تتعود على غوني لونغ تو غوني سا كوزين بطريقة غير مباشرة. كان ممكن نقول مثلا إيل غونتخ لو سواغ، إيل غونتخ لو سواغ يعني أنهم هم دخلوا مساء، كان ممكن أنه يقال هكذا. طبعا الكاتب فضل أنه يستعمل هاد أون. هاد أون كما ذكرنا لا تحدد بالضبط أي ضمير نتحدث عنه إلا من خلال الكلام السابق، إلا من خلال كلام سابق. إذا لكان شي كلام سبق بحال اللي عندنا هنا بأن غوني سون أونكل سا كوزين يعني هما اللي كانوا في الحقل بأنهم اللي رجعوا، ملي تنستعمل هاد أون تنعرفهم بأنهم هم اللي رجعوا، بأن فلان وفلان وفلان هم اللي رجعوا. عموما ممكن نقول مثلا في موضع آخر أون غونتخ لو سواغ، يعني أن الناس في هذا المكان يدخلون مساء إلى منازلهم، أنهم يعودون إلى منازلهم مساء. ممكن أن تعني هذا المعنى بمكان آخر، مثلا نقول دون سو فيلاج أون غونتخ لو سواغ، يعني في هذه القرية أننا ندخل مساء. إذا هاد أون ممكن يتحول معناها حسب الموضوع اللي تتحط فيه. إذن أون غونتخ لو سواغ كما نقول هنا أنه تم الدخول أو العودة إلى المنزل مساء. إذن كما تلاحظوا تقريبا هذا هو المعنى القريب، يعني أنه تم الدخول أو تمت العودة إلى المنزل طبعا لو سواغ المساء، تبقى هكذا. ولكن هاد أون راه ضمير في الحقيقة ولكن انديفيني يعني غير محدد. غوني أفا il mange du pain et de la viande et le dessert du raisin bien sûr. On rentre le soir, le raisin est coupé. Le raisin est coupé. إذن تمت العودة في المساء، أنهم عادوا في المساء. Le raisin est coupé. العنب قطع. العنب تم تقطعه أو قطعه، يعني أنه تم فصله عن شجرة العنب. C'est bien mes enfants, dit l'oncle de René. C'est bien mes enfants, dit l'oncle de René. C'est bien mes enfants, dit l'oncle de René. إنه جيد يا أطفالي، يقول عم غوني، يقول عم غوني. C'est bien mes enfants, dit l'oncle de René. إنه جيد يا أطفالي، dit l'oncle de René. يقول عم غوني أو يقول خال غوني. غوني أسوماي. Il va bien dormir. René a sommeil. René indahu noum. Il va bien dormir. هو سينام جيدا. Il va bien dormir. إذن هو سينام بشكل جيد مادام أنه يحس بالتعب. إذن نعيد. Le réveil de René a sonné à 6 heures debout. René se lave, se peine et s'habille. Il part avec son oncle et sa cousine Mireille. Il fait beau, le soleil brille déjà. Voici la vigne. Au travail, mes enfants. René travaille. Il coupe les grappes de raisin. Il a rempli tout seul une grande courbeille. À midi, la tante apporte un repas dans la vigne. René a faim. Il mange du pain et de la viande. Et le dessert, du raisin, bien sûr. On rentre le soir, le raisin est coupé. C'est bien, mes enfants, dit l'oncle de René. René a sommeil. Il va bien dormir. Jeu de lecture silencieuse. Corriger l'erreur. Corriger l'erreur. Corriger صحح. Corriger المقصود بها صحح. L'erreur الخطأ. المقصود بها هنا صحح الخطأ. أو بمعنى آخر تصحيح الخطأ. Corriger l'erreur. Nous prenons la première phrase. Le réveil de René n'a pas sonné. Nous allons corriger ces phrases en se basant sur ce petit texte. إذن سنصحح هاد
الأخطاء الموجودة في هذه الجمل en se basant يعني مركزين en se basant sur ce petit texte يعني مرتكزين على هذا النص الصغير. Le réveil d'Oran n'a pas sonné. Alors, comment va-t-on corriger cette phrase-là? Bien sûr, selon ce que nous avons lu dans ce texte. D'après ce texte, on a vu que le réveil d'Oran a sonné à 6 heures. Alors là, on a le réveil d'Oran n'a pas sonné. Comment va-t-on corriger cette phrase-là? On va la corriger en disant le réveil d'Oran a sonné. On supprime la négation. Le réveil d'Oran a sonné. Exactement comme ce que nous avons déjà vu. Alors, si nous prenons la deuxième phrase, la cousine d'Oran s'appelle Camille. D'après le texte, d'après ce que nous avons déjà vu, d'après ce que nous venons de voir, est-ce que la cousine d'Oran s'appelle Camille? Est-ce que la cousine d'Oran s'appelle Camille? Bien sûr, d'après le texte, la cousine d'Oran s'appelle Mireille et pas Camille. D'après le texte, la cousine d'Oran s'appelle Mireille. Il part avec son oncle et sa cousine Mireille. Si nous prenons la troisième phrase, René ne travaille pas. René ne travaille pas. Bien sûr, quand René est parti avec son oncle et sa cousine à la vigne, est-ce qu'il a fait quelque chose ou bien qu'il n'a rien fait? Bien sûr, René a fait son travail. Et dans René, il n'a pas mis à mal. René travaille, il coupe les grappes de raisins, il remplit tout seul une grande corbeille. Alors René a travaillé. Alors là, ce que nous avons ici, c'est que René ne travaille pas. Ce que nous avons dans la troisième phrase, c'est que René n'a pas travaillé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va de la même façon supprimer la négation. On va supprimer la négation. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire René travaille. Ou bien René a bien travaillé. Et dans René, أنه عمل جيدا. Ou bien René travaille. René يعمل. Pour la quatrième phrase, René a mangé de la soupe et une orange. Bien sûr, toujours en se basant sur ce texte, est-ce que René a mangé vraiment la soupe et une orange comme dessert? D'après ce texte, René mange du pain, de la viande et du raisin. Et du raisin. Voilà ce que René a mangé. René a mangé du pain, de la viande et du raisin. Et du raisin. À la dernière phrase, René n'a pas sommeil. Il ne veut pas se coucher. René n'a pas sommeil. Il ne veut pas se coucher. Toujours en se basant sur ce texte, dans la dernière phrase, on a vu que René a sommeil. Ici on a, René n'a pas sommeil. Voilà la vraie phrase. Voilà la vraie phrase. René a sommeil. René كان عنده نوم. بينما هنا عندنا René n'a pas sommeil. René laisse عنده نوم. De la même façon, on va supprimer la négation. Et donne هنا سنحذف النفي. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement René a sommeil. Il ne veut pas se coucher. ولا يريد النوم. Et donc سنقول il veut se coucher. Il veut se coucher. Bien sûr, de la même façon, on va supprimer la négation. De la même façon, on va supprimer la négation. Et donc سنحذف هاد ne pas. Ne pas. Et donc سنقول il veut se coucher. ويريد النوم. أو نقول كما عندنا هنا il va bien dormir. Il va bien dormir. هو سينام بشكل جيد. إذا هذا فيما يخص الفقرة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.